ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. انا حاسس ان انا عارف جحيم سفناجي. عيالت خلتني اكره حياتي واتمنى الموت. ده معقول بقى انت تعمل سيستم للبنك ده كله مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيها تقارير بلغت عني الشبهات من سفناجي. بلغت عنك الامن العام؟ ليه ده كله؟ ما هو انا مش فاهم. انا بعت البنك في سويسرا عايز اشتغل هناك وهم ردوا عليا موافقين، هي بقى مش عايزه تسيب اسرائيل. الله، تقوم تبلغ عنك يا مولاي ناقصه صحيح. انت اللي غلطان عشان ما دبحتش القطه. انت لو كنت دبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليك. اي والله. اهلا 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 دوريوسي. تشتي كافي؟ نو تودا. أنت مي حابس ميشي هو؟ ما تساتي أوتو رافي. مشلوم خيوسي لما أتايو شاف عمها إيش هزيه ميزي رجعت الله ويديدي كلامي إيش زيش هربيدي بوريم فياني ميات لخشل لو يشف إتو لما دايش هو مصري في جم مسلمين. اسمعي يوسي، أنا ماليش علاقة لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تسمع رافي، أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالة أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك، جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعه الله تخليك. مش ده يوسف كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا، اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى تكون كلته وانت بتشويه. أنا ماليش دعوة، أنا ما كنتش يعرف. هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير أنا ما يشوفه. لو سمحت. هو أحراي؟ لا، ما هفهم حضرتك، أصل أنا كنت طالب سمكة بوري كبيرة، فالسمكة البوري كانت واكلة جمبري، فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل إيه؟ يعني هيمنع السمك من أكل الجمبري؟ مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين.
تسمع رفي أني فرح زهرتي أطخا هربي بعامين في زوتي هبا عم هأحرنا شأني مدبر إنخا بابا عم هبا إنقطني جدخا تسعاديم لو تعنين ما عسيتي تخا أدون يتسحاك لو يتسحاك بو أنيها من أهل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداش هزي نعدر تامها عفوداش في عايمين إفشار لدعت لما هايتي خلي أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط القمار يا رافي ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعًا باطًا في إسرائيل؟ أنا بلعبش هنا أي حاجة تانية ما حدش وعندي أي حاجة خالص أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل عارف يا رافي لو الشباب أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه شو ممكن يكون موقفه معاك؟ اسمع أدوني تسخاك أنا مش هستحمل منك إهانة بعد كده خالص أنا هستقيل هسيب لك البنك واسيب لك إسرائيل كلها هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وانت مبتلي بهذا المرض مشكلتك يا رافي انت ويهود اوروبا الاشكنازيم انتم مفكرين انفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه وانتم مجرد هياكل ما لكم قيمه احنا اللي شلنا البلد هاي مخصوم منك 15 يوم وهذا اخر انذار تفضل زيداي زيداي نيم أصليب زيداي رافي إيه في أنا مش قادر مسيو ناجي أنا خطأ ما بقيتش قادر خلاص مالك يا رافي نيم أصلي نيم أصلي إيه أنا أتهان من الحقير ده أنا مسيو ناجي ده أهله ما كانوش لاقيين يأكلوا يجي اليوم اللي واحد زي ده يوقفني قدامه وينزل فيا تحقير وإهانات السفردي الواطي أنا بقيتش أستحمل يا مسيو ناجي مش قادر أنا كرهت حياتي ونفسي فعلاً أموت ما تعملش في نفسك كده يا رافي إيه يا ابن عمي وده جديد عليهم ما أنت عارفهم لا يهودي شرقي وأنت راجل متحضر جاي من أوروبا عاملين لهم عقدة نقص والصحابك بقى لما ركب وبقى مدير البنك بيطلع عقده كلها عليك ده عايز يبلغ عني الأمن العام يا مسيو ناجي الشباك أعلى ما في خيله أركبه انت الراجل اللي كنت قاعد معاه في القهوه ده اللي مش شباك مش قريب مراتك خلاص يبقى الحكايه في بيتها ما هو انا لا مستريح لا في بيتي ولا في شغلي يا مسيو ناجي روق روق انت بس روق مستنيك بالليل شالوم في معادي بالظبط الساعة 4 ل 5 اهلا اهلا مستر ناجي انت دايما هيك تيجي في اخر ثانية ما هو اليوم لما يعدي الفايدة بتاعت المبلغ بتنزل في الحساب على طول هذه فايدة كلش بسيطة مستر ناجي ما تستاهل لا انا كده ازعل منك ما فيش حد اسرائيلي يقول كده هو المبلغ ده في اليومين اللي فاتوا يعمل فايدة قد ايه 235 شيكل شغلة فاضية حلوين مالهم أو تمن فنجان قهوة مستر ناجي أنت متأكد أني في أصول العيلة مالتك ماكو عرق يهودي؟ إتها كيسف شل مرة قيعة الله تشرب قهوة مستر ناجي؟ بص بقى لو هتخصمها بالحساب بلاش إنما لو من حسابك أنت مقبولة طعمايم كافيه لا خلينا أنا زيادة معلش خليها عليك المرة دي بعم عم هربي سكر وانا برا لقيت رافي كده في مود وحش وعمال بيشتي هو اتخانق مع حد هو اتكلم معاك لا هو دريان بيقول ايه بس طلع عمال يقول السفردي الواطي كلام زباله كده يعني الحقيقه كان بيشتمه
هو اتخانق مع حد؟ لا، هم كلهم هيك منفوخين على الفاضي. الاشكناز انت هتقول لي ما انا معاشرهم عليهم نار يا اخي تفعل مراره. لو ايه فاهمين اللي هم يا ما هنا ما هناك والباقيين ولاد البطه السوداء. مش عارف انا الحكايه. ناجي القهوة بيها شاي؟ لا، هو بس البن قليل شوية، بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا، هو بس السكر قليل، بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس، بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلا احب الفلوس. احنا عناف اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل، وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرق البنك ده.